الصالح من الملاحظ أن الصلاة تقضى في أحيان، وأحيانا يقال لمن سأل مثل هذا السؤال: لا تقضي، وما فات تكفره التوبة. هل من توجيه وتفريق بين الأمرين؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هناك فرق بين من تركها من غير عذر متعمدا، فهذا إذا كان معترفا بوجوبها نعم الصحيح أنه يكفر بتركها، ولذلك إذا تاب دخل في الإسلام من جديد فلا يقضي ما تركه الزمان الماضي لأنه لم يكن على الإسلام، بخلاف المريض الذي تركها غير متعمد لتركها، وإنما تركها ظنا منه أنه معذور وأنه يؤخرها إلى أن يشفى. هذا الجاهل معذور بالجهل، ولكن يريد الصلاة أو يقضي الصلاة التي تركها. جزاكم الله خيرا.